أحمد حمزة حسن علي الأسعد ولادة الجن تقريبية موت بالضبط سنة 1935. والوالدة من وين؟ والدي من الجن واسمها حليمة محمود عبد الرحمن الأسعد. تقرب للوالدة من نفس العيلة؟ بنت خالته وولاد عم كلهم من نفس العائلة. انت جيت اول واحد بالاولاد ولا انا ما شاء الله كم ولد انت؟ انا اخر واحد. انا افضل واحد. كانت الذكر مال امي وابوي بنت وبعدين اخوي وراهم مباشرة. ورأيت فترة استراحة بين اخوي وبين اختي اللي قعدت بعد اخوي حوالي 7-8 سنوات تقريبا، لأنه بيني وبين اخوي 10 سنوات. وبعدين جيت انا يعني بنت ولد استراحة بنت ولد. اجدن تقسم الى قسمين، الحارة فوق من جهة الجنوب والحارة تحتها من جهة الشمال على شكل مستطيل، والعرض لا يزيد عن كيلو ونص أو كيلوين عرض القرية. بيتكم أي في بالضبط؟ بيتنا كان أنا اللي أتذكر ولدت فيه كان في الجزء الجنوب من إيه. يعني سكانها كم تقريبا؟ مئات أم آلاف؟ آلاف. بين 30 و40 ألف. كان أغلب زراعتهم من أجل الأكل الحنطة، وكان عندهم الشعير من أجل الحيوانات، وكان عندهم الخضروات اللي هو الخيار البطيخ والشمام والفكوس وكل هاي الشغلات اللي يحتاجوها أهل القرى. ذاك الوقت كان زي الشعبي عند القرى الفلسطيني هو الفستان، وفوقيه في الزمار والحط والأطرة أو الحطة على الرأس، وبالجن يعني العادية بقول إنه في قاعدين يهود بيجوا على حيفا بالبواخر وبنزلوا هناك، واليهود القديمين بضيفوهم أو بقسموهم على المستعمرات. والله بالنسبة للقرى اللي كانت من قريبة من عنا كانوا متهيئين وبعرفوا إنه في راح يصير قتال. ليش؟ لأنه هو البريطانيين بدهم يجوا وسلموا كل معداتهم وأسلحتهم ومسطحاتهم وكل الأمور سلموها لليهود. يعني معناها إيش؟ بدهم ينسحبوا ويتركوا البلد لليهود. فجماعتنا الواعيين واللي فهموا القضية على صورة الحقيقية فتهيأوا، بدأوا يتهيأوا وينبهوا الناس إلى الموضوع. فعلا قام الناس يروح، اللي يبيع بقرته واللي يبيع أرضه واللي يبيع ذهب مرته يروح يجيبوا بندقية. بكى في كان في سيارات تاكسي بيها يهودي بكى يحاول يعدى على الإيش؟ مين؟ هذا اليهودي؟ لا والله ما في. بس ايش؟ نفس الوقت بقى عندنا سيارتين باص، واحد يقودها عوض، واحد يقودها سعيد المدني من ابن. نعم. فأكثر منا تحارشوا الباصات، فسعيد المدني طلع بالباص بيروح على حيفا، قال لهم كل واحد يكون يقعد على كرسيه ويتمسك بالكرسي منيح. إذا أجل هذا اللي بتكتب تحارب مين أنا بتعالجي الأمر معه. فبعلا بعد مش مسافة تقريبا جوز يمكن قريت النظر وعنحر أجل هذا الفرد أجل وبده يتعدى، فسعيد المدني كسر عليه وقلب سيارته ونلم من الباص عنده مسدة كمل عليه. بعد ما إيش استولوا اليهود على كل المنطقة، على كل حيافة وحيفة وعلى كل هاي والقرى اللي حواليها. ما عدا هاي القرى ظلت واقفة وكان اليهود يمشوها
باكو يمشوا سيارة مصفحة قدام القابلة اللي تمي باكو يعني طحين وقمح وبيض ولحم يوديوها من مكان لمكان باكو ينسبوا لوين؟ 10 عام ينقتل السائق وضرب كذا 21 يهرب بغير سيارة من بكى يهجموا على عين وزان بكى يجوها وفود من اجزم نعم يبدأوا ولهذا كانت مترابطة طبعا ولهذا استشهد اخير معركه استشهد بها عم الرفيق حفظي ابن الشيخ احمد قديش امام جامعه كان والثالث اسمه محمود ابو ياسين هذول الثلاثه استشهدوا باخر معركه ومن دفنوش كيف اقتنعت الناس بالخروج؟ لانه اجى على جنين ام الملك فيصل الثاني وبكى اخوها ولي العهد رفعته على بريطانيا زين امه والحاكم العراقي اللي هو اخوها اللي اسمه عبد الله عبد الله هو بصير خال فيصل هذول بقوا حاكمين البلد وقالوا انه احنا مش من احنا تعالوا عنا احنا مستأذنكم فيكم مش عارف وبعدين يعني في بقى واحد عندنا من المزار اسمه احمد المفلح بك عندي سيارة شحن هم ركب بها معه وطلع معه